اهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم فيديو ديالي باحسن الاحوال. اول حاجه بغيت نقولها، بغيت نشكركم على التفاعل ديالكم فيديوهات اللي فاتوا. بغيت نشكر اي وحده خلات لي كومونتير، لايك، تفاعلت في الفيديو ديالي، كنقول لك شكرا بزاف. وكنتمنى الفيديو ديالي اليوم حتى هو يعجبكم. بغيت نشارك معكم الروتين ديالي، كيفاش كنحيد الرؤوس السوداء. الطريقه ديالي قديمه، الطريقه ديالي جديده، وصراحه غادي تعجبكم. وغادي تخلاو على بالنسبه للبنات اللي اللي كانوا كيديروا بحال الطريقه ديالي القديمه، ما غتبقاوش ديروها، غتوليو من بعد ما غسلت الوجه ديالي، هنا غادي نشارك معكم الطريقه ديالي القديمه باش كنت كنحيد الرؤوس السوداء. بهاد اللصقات هادو سميتهم تيزون، وهما ديال الفاخر. هاد اللصقات هادو كانوا دايرين بوم، دايرين البوز، واو، كيقولوا واو واعرين، هادي. المهم انا من دوك الناس اللي كان في الفضول كنبغي نجرب اي حاجه كيقولوا عليها واعره. المهم قبل ما كتلصقوهم كتفزقوا النيف ديالكم وكتلصقوهم. والمهم من الاحسن انه يكونوا المسام محلولين، تكون يلا خارجه من الدوش مثلا، باش كتلقي عليهم واحد النتيجه شويه زوينه ماشي بزاف. نقدر نقول لكم هاد اللصقات هادو كيحيدوا لكم واحد 20% من هادوك الرؤوس السوداء اللي كيكونوا في النيف ديالنا. المهم ماشي شي نتيجه واو، تعمدت انني نديرهم لكم في الفيديو ونوريهم لكم باش هكا ما ديروش نفس الخطا ديالي. ما كاينلاش تشريهم وتضيعوا فيهم فلوسكم، لحقاش ماشي شي حاجه. هنا استعملت الغيتينول من لامارك مراد اللي ديما كنشارك معكم، حيت الليل وهذا الروتين ديالي الليلي اللي كندير في الوقيته اللي كانوا اللي كنت كنسين هذيك اللصقه باش تنشف. درت هذا الغيتينول هذا باش نخليها كي ينشف في الوجه ديالي، تشربوا البشره ديالي. وهنا يمكن اول مره غادي نشارك معكم هذا السكراب، هذا خديته من لاش ديال الفم ديال الشفايف، هو فيه السكر والشكلاط واعر بزاف. المهم بحال قلتو سنيده والشكلاط، المهم ريحه ديالو واعر بزاف، ما تسخاوش انكم تاكلوه. وصافي سكرابيت الفم ديالي هكا واحد جوج دقائق ولا ثلاثه كاع ماكسيموم، كيولي الفم ديالكم رطب. وهنا تسنيت هذيك اللصقه حتى نشفات، من بعد حيدتها. راني وريتكم كما كتشوفوا، ما كنحس بني في مازال فيه الرؤوس السوداء. دابا غادي نستعمل معكم الطريقه اللي قلت لكم، هاد لاماشين هادي البنات واعره 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 لواحد الدرجه ما تصوروش، بحال كتمشيو للصالون كديروا السوان. هنا كنوريكم كيفاش كتشعلوها، كتبقاو كتبركوا على هذيك البطونه كتشعل، بعد كتضغطوا المره الاولى كديروا الدرجه الاولى، كتزيدوا الثانيه كديروا الدرجه الثانيه، كتزيدوا البركه الثالثه كديروا الدرجه الثالثه. يعني كل ما زدتوا في الدرجه كل ما كتزاد هذيك لا فيتيس ديال باش كتجر لكم هذوك الرؤوس السوداء من العمق. كما كتشوفوا دابا بديت كنقي النيف ديالي. هي الصراحه من بعد ما كتخرجوا من الحمام كتعطيكم النتيجه 100%، كيولي النيف ديالكم نقي، ما فيه حتى ما كتلقى حتى شي بوان واغ في النيف ديالكم. والثمن ديالها يمكن شريتها بشي 100 ولا 150 درهم، ثمن رخيص بالنسبه للفعاليه ديالها، الصراحه تستاهل اكثر من هذاك الثمن. كيجيو معها واحد ثلاثه ديال الريوس، وهذا الراس هذا هو الرابع. كل راس وعنده استعمال مختلف على الراس الاخر. انا صراحه كنفضل هذا حيت حسيت به كيتحكم ليا بزاف في البشره ديالي، كيشفط مزيان هذوك الرؤوس السوداء، وكيجي معها شارجور ديالها وصافي. كما قلت لكم خطيره يا البنات،
ما تحتاجوش نهائيا لا لصقات لا تمشيو للصالون لا حتى شي حاجه، ديروا استواء براسكم براسكم. غير هو واحد الحاجه خصكم تفاداوها، خصكم تعرفوها انكم بالزربه فاش تبغيو دوزوها فوق البشره ديالكم خصكم دوزو بالزربه، لحقاش الا تعطلتو ولا بقيتو هكا كتدوزو بشويه كفترت ليا في الاستعمال ديالي الاول ليها كتبقى تشد لكم هذاك الدم كيبقى يتجمع كتولي بحال حمراء غادا الزرقيه هذيك البلاصه اللي الا خليتوها بزاف في هذيك البلاصه اللي نتوما دوزتوها فوقها. من الاحسن انكم تبقاو دوزو بالزربه 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 وصافي. ما وريتكمش كانت عامره بهذوك الرؤوس السوداء، ما وريتكمش هكا ما عندكم ما ديروا بهذاك المنظر. صافي. اخر حاجه درتها هي هذا زيت اللوز الحلو الوجه ديالي، كنبقى نديرو مره مره لوجهي في الليل. راكم عارفين الزيت الا بغيتو تستعملوها ضروري خصكم تستعملوها غير بالليل. صافي دوزتها من الفوق، زوينه بزاف الوجه كتصفي هذوك البقع السوداء وزوينه بالنسبه للتجاعيد وكترطب كتعجبني. مهم هي وزيت اركان، مره زيت اركان مره هي مره، المهم كل مره واش ممكن ندير. وهنا استعملت هذا الكريم هذا ديال تحت العينين ديال إستيل لودر، زوين بزاف. واخر حاجه هو المرطب ديال الفم هذا ديال كارميكس اللي حتى هو واعر واعر واعر. المهم اي حاجه كنستعملها كنقول لكم عليها واعر واعر، ولكن الحاجه اللي ما كتعجبنيش راه كنقولها لكم البنات كنستعملها صافي ما كنعاود نجريها، كتكون هذيك اول واخر مره اخر استعمال ليها. هذا ما كان البنات، هذا هو الروتين ديالي ديال اليوم، كنتمنى انه يكون عجبكم. ما تنساونيش من اللايكات كنبغيكم بزاف، تهلاو لي فرصكم تلقاو فيديوهات قديمه ان شاء الله. بالسلامه عليكم.